لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا نبقى معاك من كل مكان قوم وتحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. الآن تشاهدون فريق الجدعان في مصنع موج للهندسة والصناعة والذي يصنع ألواح البانل المضغوط بالفوم والمعزول حراريا لتصميم مجمعات التبريد والتجميد والغرف المعقمة والخاصة بأنشطة مراكز الفرز والتعبئة وثلاجات اللحوم والدواجن وشركات الأدوية والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية. فريق الجدعان في قنا لرصد جهود التوسع في زراعة القصب في الأراضي الطينية بالشتلات والري المطور والذي يبذلها فريق زراعي برئاسة المهندس ساهر محمود صاحب أولى تجارب زراعة القصب بالشتلات والري بالتنقيط في الصحراء والأراضي القديمة بالوادي وذلك بالتعاون مع شركة بيكو الزراعية. لليوم الثالث على التوالي هنواصل رحلتنا مع جدعان مصر اللي زرنا مشروعاتهم ومزارعهم ومصانعهم على مدى السنة اللي فاتت لأنهم يستحقوا وكانوا فعلا ملهمين لحضراتكم وجدعان كتير بدأوا في تنفيذ مشروعاتهم بعد زيارة الجدعان اللي رصدنا حكاياتهم في البرنامج. البداية في حلقة النهاردة من موج مجموعة متكاملة لتصنيع الثلاجات العملاقة والمطابخ الصناعية والساندوتش بانل المعزول الخاص بالعديد من المنشآت اللي محتاجة عزل كامل سواء ثلاجات أو مزارع دواجن أو محطات تصدير وغيرها. الزيارة دي تحديداً كانت لمصنع الساندوتش بانل. تعالوا نتعرف على صناعة محترمة بجد. البداية هنا إزاي؟ كنا بنعمل مطابخ والمطابخ بيبقى عايزة غرف تبريد كنا بنستورد الغرف التبريد من الخارج من أوروبا يعني فلجأنا لأنه طب ما احنا نعمل مصنع ونوطن الصناعة بتاعة البانل في مصر والحمد لله بدأنا في إنشاء المصنع وابتدينا خلصنا قصة المطاعم والفنادق دخلنا في تصدير الحاصلات الزراعية ومحطات الفرز والتعبئة. توطين صناعة زي دي في مصر كان سهل ولا صعب؟ احنا متعامل مع مواد كيماوية في الحقن سهل ان احنا كنا نعرفها ولا لا؟ احكي لنا المصاعب اللي واجهتنا عشان نعمل صناعة بالحجم ده. لا الحقيقة كان في صعوبات طبعا واجهتنا احنا استعنا طبعا بخبراء من اوروبا ومن سنة 2000 الحمد لله الى الان انتاجنا موجود في معظم انحاء الجمهورية وصدرنا كتير احنا حضرتك مصدرين يمكن حوالي 10,000 شلتر ما بين باكستان والجزائر تونس بنجلاديش ومصر هنا طبعا شركات الموبايل تقريبا كلها الحمد لله موردين لها منه يعني. دلوقتي هنقابل عمرو يوسف مدير الإدارة الهندسية في مصنع موج للهندسة والصناعة في العاشر من رمضان وهيشرح ازاي بيصمموا غرف التبريد والتجميد. انا دلوقتي عايز افكر مع حضرتك فكرة ان انا عايز اعمل مشروع تبريد تجميد انفاق اعملها ازاي؟ طبعا احنا بنتولى المشروع من زي ما حضرتك قلت من البدايه من وهو ارض خصبه من اول التصميم لحد ازاي انا هصدر المنتج ده ازاي هغلفه بنصمم المشروع بالكامل وبنشوف احتياجات العميل وبنشوف ايه التطورات المستقبليه احنا بنصمم كل اوضه حسب المنتج اللي بيدخل فيها كل منتج وليه معطيات معينه لازم نتعامل معاها. اسمعني حضرتك اول حاجه اتفضل يا فندم لما بنيجي نسافر بره اي دوله في العالم وخصوصا في اوروبا يعني بنتكلم في هولندا المجر بولندا المانيا طول ما انت ماشي على الطرق الزراعيه هناك حتى في امريكا الجنوبيه على فكره بتلاقي هناك كل كيلو ونص مناطق خدميه للمزارعين بتلاقي صوب بتلاقي مناطق ثلاجات بتلاقي اماكن لاستئجار المعدات اللي بيستخدموها في الزراعه انا مش مطلوب مني كمزارع يبقى عندي كل حاجه انا راجل عندي هكتار ولا اتنين تخيل لو احنا في كل منطقه كبيره كل قريه ام
كل مركز اتعمل مناطق خدمية فيها مجمع ثلاجات بيديرها أولاد البلد طبعاً. فيها صوب بيديرها أولاد البلد زي ما احنا عملنا المشروع القومي للصوب مزبوط. النهاردة ما عندناش مشاكل في تخزين الحبوب ليه؟ مزبوط. عشان عملنا بنية أساسية، محتاجين بنية أساسية للتبريد في مصر، محتاجين بنية أساسية للتجميد في مصر، هو ده اللي محتاجينه عشان نحافظ على كل منتجاتنا عشان نوفر الغذاء لمصر. طبعا زي ما حضرتك قلت عشان نوفر الغذاء الامن احنا محتاجين نوفر البنيه التحتيه للتبريد بكل مشتملاتها. الموضوع حاليا هو مطروق لعاطق المستثمر، مطروق لعاطق القطاع الخاص. نادرا ما بنقابل في حياتنا اشخاص بيوهبوا حياتهم لمساعدة الآخرين، ومنهم المهندس ساهر محمود خبير زراعة القصب في الأراضي الصحراوية وبأقل استهلاك للمية، وبالمناسبة هو أول واحد ينفذ زراعة القصب بالشتلات واللي الدولة النهاردة بتطالب بيه. لغاية النهاردة المساحات المزروعة أنا شايفها محدودة جداً من إجمالي 317 ألف فدان اللي بيعوق التوسع في زراعة العالم كله بيعترف أنها الأفضل لقصب السكر. أنا أولاً بشكر القيادة السياسية أن فكرة اتحولت لمشروع، اتحولت لدعم. وأنا النهاردة ما جايش أقول محاسن الشتلة، أنا جاي أقول أسباب ضعف الإنتاج في فدان قصب السكر. هو حضرتك عندنا الفدان 4200 متر تمام، لما نقسم على 80 سنتي يبقى الفدان تقريباً في 5200 متر طولي. دي واحد. اتنين، أهلنا في الصعيد بيحطوا عجلتين، طب الخط الطولي ده جواه قصب، القصب ده كل 20 سنتي في عين، يبقى أنا حضرتك عندي 10,000 متر طولي تقريبا، لما 10,000 متر طولي ويبقى كل 20 سنتي في عين أنا تقريبا واصل لخمسين ألف عين. تمام. الخمسين ألف عندي الدراسات بتقول من اتنين لتلات نباتات تفريع، يعني 150 ألف نبات، يعني أنا بتكلم من 150 ل 200 ألف نبات. معايا حضرتك؟ الكلام ده أصلاً يطلع في الغرس. إيه بقى المشاكل اللي بتخلي الفدان بفوش الكلام ده؟ واحد، هو بياخد، أو أنا هقول حاجة أحسن، الشروط التي يجب اتباعها عند اختيار عقلة القصب. واحد، لازم ياخد قصب أقل من 12 شهر، يعني متوسط عام ما يزيدش عن 10 شهور، ما ياخدش قصب راجد. عود القصب طول ما الشركة مفتوحة اقسم العود نصين، خده النص الفوقاني اشتغل بيه والنص النص السفلي حطه في المصنع، يديه للمصنع ياخده سكر. لأن النص التاني فيه مشكلة، مشكلة تانية صعب الإنبات، صعب الإنبات. انت تكون حريص جدا، يعني عجلة، العجلة دي يعني حياتك، العجلة دي يعني مستقبل مزرعتك، لأن مصدر العجلة ده هو سبب زيادة الإنتاج. نرجع تاني للشتلة. الشتلة هي عدد نباتات في حدود 7,000 في الفدان، في الفدان آه. في متوسط عام 10 يبقى أنا عندي 70,000 نبات. 70,000 نبات دول يساووا إيه؟ 70 طن المفروض، المفروض أن أنا أجيب 70 طن حتى. لو أنا كيلو، لو يعني عود القصب كيلو، حضرتك هنطلع من إطار 30 والخمسة 35 يا فندم، خلينا بس للستين، يبقى احنا انجزنا وطلعنا انتاجيه اعلى. نتكلم بقى حضرتك على البند رقم 2. طول انا ما بشتغل بنظام الري بالتنقيط والشتلات انا عمر الغيط عندي يستمر الى 10 سنوات آه. طيب ايه مزايا الري، ايه مزايا الشتله تاني؟ انا هوفر لك 60 يوم، هوفر لك دفعه تسميد، هوفر لك عزقه، هوفر للصالح العام 13,000 فدان بناخد منهم عشان نزرع، ناخد منهم عشان نعيد الإكسار. طب دي نقطة. النقطة التانية، أنت ضمنت عدد النباتات في الفدان. طب أنت لما تضمن عدد النباتات في الفدان ضمنت الإنتاجية. صحيح. حضرتك الشتلة هتنقل الزراعة، زراعة القصب في مصر، ده حل. الحل التاني شبكات الري بالتنقيط. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان في مصنع ميتزانا لتصنيع المستلزمات الطبية، والذي أسسه ثلاثة أشقاء متخصصين في استيراد المستلزمات الطبية، وقرروا الاتجاه إلى التصنيع في مصر، حيث حصلوا
على 1000 متر في المجمعات الصناعية بالسادات، وحولوها بعبقرية إلى 3 مصانع متكاملة للمستلزمات الطبية وبأعلى جودة. فريق الجدعان يلتقي الدكتور محمد أنور خبير المكملات الغذائية والصناعات الغذائية، والذي نجح في إنشاء مصنع بالمجمعات الصناعية في السادات، وينتج لنفسه وللغير نحو 1000 مكمل غذائي، وجميعها مسجلة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يكشف أهم عناصر المكملات الغذائية لرفع المناعة وتنشيط الجسم والذاكرة وحماية الأطفال من ظاهرة التقزم. الآن تشاهدون فريق الجدعان في مصنع ميدزانا لتصنيع المستلزمات الطبية، والذي أسسه 3 أشقاء متخصصين في استيراد المستلزمات الطبية، وقرروا الاتجاه إلى التصنيع في مصر، حيث حصلوا على 1000 متر في المجمعات الصناعية بالسادات، وحولوها بعبقرية إلى 3 مصانع متكاملة للمستلزمات الطبية وبأعلى جودة. فريق الجدعان يلتقي الدكتور محمد أنور خبير المكملات الغذائية والصناعات الغذائية، والذي نجح في إنشاء مصنع بالمجمعات الصناعية في السادات، وينتج لنفسه وللغير نحو 1000 مكمل غذائي، وجميعها مسجلة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يكشف أهم عناصر المكملات الغذائية لرفع المناعة وتنشيط الجسم والذاكرة وحماية الأطفال من ظاهرة التقزم. التحدي في التقرير اللي قدام حضراتكم ده هو إزاي تعمل 3 مصانع في مصنع واحد مساحته 1000 متر. شركة ميدزانا للمستلزمات الطبية عملتها وبجدارة في مجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تعالوا أفكركم، المساحة الحركة واخدها 1000 متر، ومع ذلك الإنتاج فيها هايل، عدد من العائلات من المنتجات هايل، 3 مصانع في 1000 متر. الشكل الهندسي ده اتعمل ازاي عشان تعمل مصنع مستلزمات طبية وفي نفس الوقت تقسمه 3 مصانع وكل مصنع ليه منتجاته؟ الفكرة ده اتعمل ازاي؟ حضرتك انا ابتديت الاستيراد من 25 سنة، وبعدين تطورت المسألة ان احنا بنستورد كل ما هو له علاقة بالمستلزمات الطبية، تمام، لغاية اجهزة المستشفيات والسراير الطبية. في الفترة الاخيرة مع السياسة الجديدة اللي توجهت من ان احنا نقلل الاستيراد ونزود الانتاج، تعرضت المصانع في مدينة السادات، قدمنا وخدنا المصنع، استفدنا من القروض بتاعت البنك التنمية مبادرة الصناعية. البنك المركزي. كنا محددين هنصنع ايه؟ في البداية كنا محددين، بس اتفتح لنا بقى مجالات اخرى. في الازمة اللي جت فيها كورونا اتجهنا لتصنيع كل ما هو ملابس مستشفيات وحاجات العزل وكل ما هو نان هوفن تسبوزه للمستشفيات. انا هنا شايف بعض المنتجات اختراع، المريض اللي بيحتاج ينام وعلى وشه جهاز التنفس انت اخترعت له مخده عشان الجهاز ما يقعش من على وشه. الحاجات دي بتيجي ازاي؟ الحاجات دي بتيجي حضرتك نتيجه التعامل مع الجمهور. يعني المخده بتاعت السباب ده جهاز الناس اللي بتتخنق وهي نايمه لازم ينام بجهاز والماسك محكم على الوجه، اما ينام المخده بتزق الماسك. طالما زقت الماسك الراجل ده حصل اي تسريب بطل يفتح مجرى التنفس، فهيفضل مخنوق زي ما هو بجهاز ما عملش حاجه. من الزيارات بره في المعارض وشفنا الافكار جينا نفذناها هنا، دي ما كناش بنستوردها، اول مره تتعمل احنا عملناها في مصر هنا. فروعنا فين؟ يعني المنتجات الهاي اللي انا شفتها النهارده، المخدات والحاجات الطبيه والكراسي والحاجات دي كلها، بتتباع فين؟ احنا عندنا 3 فروع زي ما قلت لحضرتك، في اسكندرية، فرع في المنصوره، فرع في القاهره، وفي جميع التجار اللي كنا بنتعامل معاهم ايام ما كنا بنستورد والى الان بنوزع عليهم منتجاتنا. دينامو التصنيع في ميدزانا للمستلزمات الطبيه هو احمد ابو العينين. اي منتج بيشوفه في اي سوق عالمي او عليه طلب محلي بيصنعه فورا، وبيتحدى بالسعر والجوده المستورد، وكفايه اسعار منتجات الفوم السحريه زي مساند الظهر ومخدات السفر ومراتب السراير الطبيه ومخده النوم الصحيه الكبيره والصغيره وقعده العصعوص وعجله البواسير وغيرها
من المنتجات. عايز افهم حاجه، احنا عمرنا كبير جدا في عمليه استيراد مستلزمات طبيه، بدانا المجال ده ازاي؟ انت حضرتك تجاره، القبطان قبطان، راجل بحري، الدكتور ادري دكتور صيدلي، مستلزمات طبيه دخلنا لها من اي زاويه؟ سنه 93 اول ما ابتدينا المستلزمات الطبيه كان لسه المجال جديد ومحدش داخل فيه كتير. من 2016 من اول ما طرحوا من المصانع فكرنا ان احنا نصنع بدل ما نستورد. ايه المخده اللي معموله من الميموري فوم ده اللي هو ده انا نايم على ميه؟ ايوه، ما هو الخامات عندنا خامه الميموري فوم دي خامه عباره عن مادتين كيميائيتين بيتحدوا مع بعض، ملمس غير ملمس طبيعي، ملمس ناعم ومريح جدا، وبياخد شكل الرقبه عشان يحافظ على العمود، شكل الخد مع الوش، بياخد شكل الرقبه وتقوم يرجع تاني زي ما كان، وبيرجع تاني زي ما كان ما فيهوش حاجه خالص، بحيث ان هو يحافظ على استقامه العمود الفقري واستقامة الفقرات العنقية وانت نايم. يعني المخدة بتاعت الميموري فوم دي اللي هي السحرية في النوم دي في متناول الجميع. بكام بقى المخدة دي؟ في متناول الجميع، بيتراوح الأسعار بتاعتها مثلا من ممكن 150 جنيه لغاية مثلا 300-350. أستاذ أحمد، المصنع ده 1000 متر وثلاث مصانع في بعض، الناس كانت تقول لك ده المجمعات بتاع الدولة دي حاجة صغيرة. جبت مهندسين مختصين في التصميم وديتهم الفكرة وبدأنا نعملها واحدة واحدة لغاية ما وصلنا لأحسن رسم نقدر نبدأ عليه. أنت من أول يوم أنت محدد ملابس خاصة طبية؟ من أول يوم وإحنا محددين المنتجات الفوم والملابس الطبية، لأن اللي بيعمل الحاجة بتاعت الفوم بيحتاج كفر، فالكفر محتاج برضو مكان، والمكان بيحتاج ملابس طبية. أنت تقدر تعمل أي حاجة بالمكان، ومناطق لتجميع الأجهزة الطبية اللي أنت برضو ممكن تبيعها موجودة طبعا تحت. إحنا عاملين مقسمين المصنع مناطق للإنتاج ومناطق للمنتج النهائي ومناطق للمنتج للمواد الخام. هو متقسم كويس بحيث إنه يدي راحة ان انت تقدر تصنع اكبر عدد ممكن من المنتجات. اللي قدام حضراتكم ده رجل صناعة من دهب اسمه الدكتور محمد انور، وبجد عبقري مكملات غذائية لدرجة إنه من مصنع صغير في المجمعات الصناعية اللي أنشأتها الدولة للشباب قدر يسجل حوالي 1500 مكمل غذائي بيصنعها بنفسه بضوابط صحية صارمة. قلت لحضرتك هزورك في المصنع، وديني جيت واحد من أهم مصانع الصناعات الغذائية والمكملات الغذائية ومسجل باسمه في هيئة سلامة الغذاء حوالي 1000 منتج. ما شاء الله عليك بجد. أفهم بقى كده إيه تحول المسار. حضرتك دكتور صيدلي، طبيب مرموق، سنوات طويلة بتشتغل في شركات كبيرة، واتجهت للصناعة. اشرح لي. هي الفكرة بتوفيق ربنا طبعا من قبل ومن بعد، وزي ما حضرتك تفضلت انا كنت فعلا في الكارير بتاعي في شركات، بعض الشركات المالتي ناشونالز، اللي كنت كصيدلي كنت مسؤول عن بعض البوزيشنز فيها او بعض السلطات يعني، وكان اهمها ان انا كنت في التسويق. جات لي بقى بعض الافكار اللي هي اتحققت دلوقتي وبقت على ارض الواقع. اول حاجة ان مصر يطلع منها مكمل غذائي قادر على المنافسة عالميا واوروبيا تحديدا، ده كان توجهي، فكان التأسيس ده مرحلة مهمة جدا. وبعدين لما جينا بقى نخرج النور فوجئنا ان حصلت مشكلة الكورونا. مشكلة الكورونا كان فيها تحدي كبير قوي، ان كل الناس طبعا دلوقتي كانت عندها خطورة نتيجة مستوى المناعة المنخفض. فبتوفيق ربنا ان احنا اشتغلنا بقوة جدا في هذه الفترة ان احنا ازاي نقدر وبسرعة جدا نقدم منتجات مكملات غذائية عالية الجودة للمستهلك المصري، بحيث ان احنا نساهم في مكافحة هذا المرض الخطير. فمثلا استخرصنا الجنزبيل وحطيناه على العسل، فده زود القيمه الغذائيه بتاعه العسل. عملنا كده في حبه البركه، عملنا كده مثلا في القرفه وبعض المنتجات الاخرى. ظاهره زي ظاهره التقزم، ان تلاقي الطفل كده تعبان ومش يعني عايزين العيال تطول كده، نعمل ايه؟ هم حاجتين يا فندم، تغذيه ونشاط. لو اهتمينا بيهم، لو خدوا كفايتهم، الاطفال يروحوا النوادي يمارسوا رياضه وياخدوا تغذيه صحيه، مش حاجات اللي هي يعني نبقى حريصين ان التغذيه دي بفيها ايه، يعني ايه المكملات اللي لازم تبقى موجوده، ايه العناصر اللي موجوده، ايه الفيتامينز اللي موجود. والله بص يا فندم، هي كل الفيتامينز مهمه، خلينا نتفق على هذا الامر يعني، ولكن احتمال ان يبقى في طفل بيحتاج فيتامينز اكتر من التاني شويه على حسب التحليل، او كان مثلا بيعاني على سبيل المثال من التركيز، ضعف التركيز، يبقى الزنك هنا مهم مع الاوميجا دي تزودها، وكان مثلا في مشكلة دي في عصاير مثلا، ممكن في عصاير او في مأكولات
او في مكملات غذائيه. تمام. ودي اوبشنز مختلفه او اختيارات مختلفه عشان هذا الطفل نعوض النقص الغذائي عنده مثلا في الزنك او في الاوميجا. من اهم عوامل النمو للاطفال فتره نومهم. في هنا بقى بنطلع بره خالص بس حابب اضيف المعلومه دي عشان استفاده كل ام. فتره النوم الطبيعيه اللي ربنا كتبها اللي هي الفتره بتاعت مثلا من اول 10 بالليل الطفل ينام. يعني في حاجات بتفرز في الفتره دي لو الطفل نام ده اللي بيساعده ان هو ينمو بسرعه وينمو بصيغه صحيه. فمن هنا بتبدا مش بس يعني اذا كنت انا ذكرت في الاول المكملات الغذائيه والاغذيه الصحيه والنشاط الرياضي والنوم الصحي. خطتك ايه يا دكتور في الفتره اللي جايه؟ وهل ممكن نلاقي بعد كده اورجانكس عامل مكملات غذائيه قويه جدا للاطفال للرضع للسيدات للرجال لكبار السن؟ هل ده هيحصل الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ احنا بالتعاون مع هيئه سلامه الغذاء. هي ليست ادويه عشان بس افهم. تمام يا فندم. هي مكملات غذائيه. احنا مصنع مكملات غذائيه وملتزمين بهذا الامر تماما يعني. فالحمد لله بالتعاون مع هيئه سلامه الغذاء وكان في اجتماعات والناس هناك مرحبين جدا ومتفهمين جدا لاحتياجات المصنع. فان شاء الله في 2022 اللي احنا فيها هيبدا يبقى باكوره المكملات الغذائيه تكون موجوده باذن الله في السنه دي. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يلتقي فريق شركة مزارع الفائز بجائزة أفضل مشروع في القطاع الزراعي، وذلك بعد نجاحه في وضع منظومة تعاقدية على مختلف المحاصيل وتوفير مستلزمات الزراعة والتمويل للمزارعين، إلى جانب الإرشاد الزراعي حيث يستهدف توفير محاصيل آمنة للسوق المحلي والعالمي. فريق الجدعان يكشف واحداً من أغرب مشاتل ومزارع نباتات الزينة في مصر، حيث يضم أندر وأغلى أشجار الزينة على الإطلاق، لدرجة أن بعضها لا يقدر بثمن، والبعض الآخر لا يقل سعر الشجرة الواحدة منه عن 350 ألف جنيه. ويمتلك هذه المزرعة السيد مصطفى عبد المنعم، وهو أحد أشهر خبراء نباتات الزينة النادرة في مصر. الآن تشاهدون فريق الجدعان يلتقي فريق شركة مزارع الفائز بجائزة أفضل مشروع في القطاع الزراعي، وذلك بعد نجاحه في وضع منظومة تعاقدية على مختلف المحاصيل وتوفير مستلزمات الزراعة والتمويل للمزارعين، إلى جانب الإرشاد الزراعي حيث يستهدف توفير محاصيل آمنة للسوق المحلي والعالمي. من الجدعان قوي في مصر المهندس حسين طارق أبو بكر، مؤسس تطبيق مزارع، بيقدم خدمات مهولة للمزارعين وبيوفر مدخلات الزراعة للي بيتعاقدوا معاهم على زراعة محاصيل محددة مطلوبة في الأسواق المحلية والخارجية. خلينا نفهم يعني إيه مزارع؟ دورها النهاردة إيه؟ المساحات اللي بتزرع فيها؟ وخليني أقول لك الوصف اللي أنا شايفه وأنا جاي وعمال أفكر فيه. هل إحنا أوبر الزراعة في مصر؟ يعني لا نملك ولكن ندير باحتراف؟ المزارع عبارة عن شركة تكنولوجيا زراعية مالية، واللوجو بتاعنا أو السلوجن بتاعنا مزارع شريك الفلاح. فإحنا أول ما بدأنا الشركة سألنا الفلاحين في استقصاء رأي كبير، وطلعنا 14 مشكلة تواجه الفلاح الصغير في مصر. على رأس هذه المشاكل كانت تسويق المنتج، فلو قدرنا أن إحنا نحل المشكلة دي الفلاح هيبدأ يسمع، هيبدأ يتعاون ويطور من حياته. لكن طول ما إحنا مش عارفين إيه مشكلته، مش بنتكلم مع نفس اللغة، ومش بنديله قبل ما ناخد منه، عمرنا ما هنعرف نغطي الفجوة اللي ما بيننا إحنا كمجتمع تجاري أو تصديري أو حتى الدولة والفلاح الصغير. أنا كمزارع بتساعدني إزاي؟ العلاقة بتبدأ إزاي؟ بيجي لنا طلب من المصانع أو المصدرين بأصناف معينة بجودة معينة، فبنمضي مع وقود ان احنا هنورد الكميات دي، وبعد كده بنروح ندور على مزارعين. الطريقة اللي بنجيب بيها فلاحين او مزارعين هي عن طريق السوشيال ميديا كامبينز او على الفيسبوك، او من طريق الابليكيشن بتاعتنا بينزلوها، او عن طريق عندنا كونتاكت سنتر او مهندسات زراعين ومهندسين زراعين قاعدين بيكلموا الفلاحين على التليفون وبيعرفوهم احنا مين. فاحنا بنلجأ للفلاح عشان نغطي طلب موجود عندنا
وبنمضي معاه عقود، والعقود دي بتتحط على الابلكيشن بتاعته وبيروح له كارت. بتتحط على الابلكيشن؟ اه، ان ده عقد الكتروني. عقد الكتروني. فاحنا النهارده لاول مره الفلاح بيمضي على عقد حقيقي على الورقه والقلم، وبعد كده بترفع على الانترنت وبيبقى في صوره الكترونيه منه على الابلكيشن بتاعته، بحيث ان هو يعرف بنود عقده، يعرف سعره، يعرف مع جدول توريده، يعرف كشف حسابه. باخد حقوق ازاي بقى كمزارع؟ حضرتك بتاخد اول ما تمضي معانا العقد بتاخد كارت عاملينه بالشراكه مع بنك مصر، في بروتوكول برضو مضينه مع البنك الزراعي، ان حضرتك بتاخد الكارت ده بيجي لك عليه زي رصيد من البذور والشتلات والاسمده والمبيدات، حضرتك بتاخدها مننا بدون مقابل او مقدم على العقد. ياخدها منين؟ المحلات او المنافذ اللي مشتركه معانا اللي فيها المبيدات والاسمده والبذور والشتلات الخاصه بينا المضمون ان هي مش مخشوشه، اللي هي هتديله الانتاج اللي العميل في الاخر متوقعه كجوده وكم وكلام ده كله. هو حضرتك من خلال مزارع بتستهدف انهي فئه من المزارعين؟ احنا التارجت او الهدف بتاعنا في مزارع الفلاحين اللي بيزرعوا سواء مأجرين او يملكوا ما بين 2 فدان ل 20 فدان، لان هي دي المساحه ان الفلاح محتاجنا فيها واحنا محتاجينه. يعني من المساحات الصغيره دي النهارده بتزرع 12,000 فدان؟ احنا عندنا في جمعتهم على كام سنه دول يعني؟ احنا لا ده فيش في 6 اشهر. يعني ال 12,000 فدان دول فلاحين معانا ارقام تليفوناتهم اماكنهم موجوده فين المحاصيل اللي بيزرعوها، لكن اللي بيزرعوا معانا النهارده معاهم عقود حوالي 3,000 ل 5,000 فدان. بداتوا الاستثمار في مزارع بكام؟ ثانيا ازاي استحوذتوا على ثقه الشركات الكبيره انها تاخد منكم المحصول اللي بيزرعه المزارع بناء على توجهاتكم؟ في ضخ استثمارات في شركه مزارع في البدايه في اول سنه من انشائها بحوالي 20 مليون جنيه. يعني العملاء لما شافوا الفكره عايزين يدعموها لسببين، هما محتاجين زرع آمن مفهوش متبقيات مبيدات يقدروا يسعروه، يقدروا يوفروا بالكميات المطلوبة، لأن هما ما بيتعاملوش مباشر مع الفلاح، بيتعامل مع تجار، فكونوا يتعامل مع شركة بتوريهم الفلاحين دي إضافة بالنسبة لهم. تاني حاجة هما عايزين يشجعوا أي شركة ناشئة في هذا المجال، لأن معظم الشركات الناشئة في السوق إلا في الفينتك أو التكنولوجيا المالية أو إي كوميرس اللي هي التجارة الإلكترونية. من أقوى مشات النباتات الزينة اللي زرناها ماي جاردن اللي أسسها المهندس مصطفى عبد المنعم، لأنه مش بيشتغل غير في النباتات النادرة اللي ليها زبونها. باختصار عنده أشجار لا تقدر بتمن، لأنه عمرها ممكن يعدي 100 و150 سنة. تعالوا نفتكر أجمل مقتنياته. بحب دايما أبدأ من الحكاية، الهواية إزاي اتقلبت احتراف؟ هي الحياة كانت موضوع عادي جدا، إنسان طبيعي بيحب الزرع بيهواه بس ما فهمش حاجه فيه. يمكن الكلام ده الحقيقه الواحد اتعلمه بعد كده وفهم في الاخر ان النبات ده روح. ليه حضرتك قررت ان انت تتخصص دايما في نوادر نباتات الزينه والزهور؟ انا من قبليها بهتم بالكلام ده، بحبه فبدور عليه، والندوره دايما بتاعه النبات بتيجي من حاجتين مهمين جدا، اما العمر بتاعه هو عمره كبير قوي، ممكن يبقى 200 سنه 400 سنه، او عمل طفره معينه، طفرة ربانية ما هياش معتادة من النبات انه يعملها، الطفرة دي خلته نبات نادر، فسعره يختلف. سعره يختلف كتير طبعا، بره بيقدروا الكلام ده جدا، وتقديرهم للكلام دوت دايما بيتحول الى فلوس. بالمناسبة مصطفى عبد المنعم بيتعامل مع النبات كأثر نادر لازم يحافظ عليه بروحه. كمان من أفكاره المميزة إن النبات النادر ممكن يعبر عن مدى ثقافة الدولة وحضارتها وعمقها. هو فيلسوف بجد في حديثه عن نباتات الزينة. أنت عند حضرتك النهاردة كم واحد شغال في الشركة بالحجم ده وكم من النباتات ده؟ 300 وشوية. كل أنواع حوالي 300؟ ده الأصل، غير بقى الناس إن أنا النهاردة أنا مش هقدر أعمل كل حاجة عندي، فلازم أشغل، لازم السوق كله يشتغل، فواحد مثلا أو مزارع معين أقول له ازرع دي بالمواصفات دي. بتتعاقد على الزراعات نباتات زينة؟ بتتعاقد عليه بمواصفات. أنا النهاردة احنا نباتات الزينة زي ما بقول حضرتك دولة كاملة ودول تانية النهاردة على فكرة تركيا ماشية بقوة شديدة جدا، وأفريقيا فيها دول كتيرة جدا، كينيا النهاردة نمرة واحد الورد. في الكات فلاورز. طب ازاي بقت كينيا نمرة واحد؟ استثمارات كلها هولندية خلت كينيا في حتة تانية خالص، وخلت اقتصاد كينيا مختلف.
وهو ده اللي مفروض يبقى في مصر. من أجمل الأشجار اللي بيمتلك مصطفى عبد المنعم سلالات عظيمة منها شجرة البروفينسيا، لأنها مش محتاجة تقرب منها أو تمسك ورقها عشان تشم ريحتها، هي لوحدها بتنشر روائح مذهلة في المكان وعلى بعد أمتار منها، زي ما يكون بتحاول تلفت نظر أي حد يعدي قريب منها لجمالها، وهي فعلا بديعة. باشمهندس مصطفى خليني أبدأ معاك من النخلة دي. أربع أعواد من نخلة المفروض ان يبقى بينهم على الاقل كل واحدة متر، ازاي الاربعة طالعين في البوت ده الصغير ده؟ الفونكس روبليني زي ما حضرتك شايف كده، هم متربيين روبليني. دي متربية بهذه الطريقة، من وهي شتلة بتحطوا مع بعض، بينزلوا الارض بيكبروا، بنطلعهم من الارض بالصورة اللي حضرتك شايفها وبالجمال ده. دي سعرها يبقى كام بقى يا باشمهندس؟ ولا دي سعرها في حدود ال 12000؟ دي نخلة، دي حضرتك يوكا، يعني بعض يعني انواع اليوكا، يوكا روستاتا، يوكا روجيدا. يعني دي بكام النهارده نخله زي دي؟ دي طولها متر ونص. دي ثمنها 10000 جنيه بس كده؟ بس كده. خلينا نتكلم بقى على البونساي، لان الاناكوندا دي انا مسميها الاناكوندا عندك. هي عامله كده ليه وازاي لفوها كده؟ لا هي هم ملفوهاش كام سنه عشان تبقى كده؟ هم ملفوهاش، دي قطعه نادره جدا على مستوى العالم، في منهم خمسة على مستوى العالم قطعه دي، في منهم ثلاثة في مصر. كمان انا زي ما قلت حضرتك من شويه انها داخليا من جوه هي لسه فيها شكل تحت عامل زي نفس شكل ايدي كده بالظبط، زي مخالب. لو احنا بنتكلم دي قلناش ثمنها كام؟ دي عندناها كده، ما دي حضرتك دي يعني دي نوت فور سيل، يعني دي عشان الناس تستمتع بيها كده ونرجع بيها تاني على المكان بتاعها، نفضل نحتفظ دي من اصول الشركه. انا شايف اقول لك حاجه، شايف البونساي دي؟ طبعا البونساي دي طبعًا. انا شايفها اكبر من دي. دول تلف حضرتك العالم كله، يعني ايام ما كان بقى الاستيراد مفتوح والكلام دوت زمان، لف العالم كله حضرتك. كل ده طبيعي صح؟ كل ده طبيعي 100%، انما القصه دي بتاعتي. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يزور مشاتل وزراعات أعلاف البونيكام البرازيلية في مصر، والتي نجح في تأسيسها الشاب عادل الشرقاوي بقرية البستان في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وأصبح أبرز خبرائها في منطقة الدلتا، وتعد أعلاف البونيكام الخضراء الأفضل لمشروعات الإنتاج الحيواني، وتحقق معدلات إنتاج عالية سواء في اللحوم أو الألبان. فريق الجدعان يشهد احتفال مجموعة القمار للصناعات الغذائية بمرور 25 عاماً على إنشائها ونجاحها في تصدير 40% من إنتاجها من الكيك والبسكويت والطوفي والحلوى الجافة وغيرها إلى جميع أسواق العالم، ووضع حجر أساس مصنع مجموعة القمار الجديد للصناعات الغذائية في بني سويف. الآن تشاهدون. فريق الجدعان يزور مشاتل وزراعات أعلاف البونيكام البرازيلية في مصر، والتي نجح في تأسيسها الشاب عادل الشرقاوي بقرية البستان في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وأصبح أبرز خبرائها في منطقة الدلتا، وتعد أعلاف البونيكام الخضراء الأفضل لمشروعات الإنتاج الحيواني، وتحقق معدلات إنتاج عالية سواء في اللحوم أو الألبان. فريق الجدعان يشهد احتفال مجموعة القمار للصناعات الغذائية بمرور 25 عاماً على إنشائها ونجاحها في تصدير 40% من إنتاجها من الكيك والبسكويت والطوفي والحلوى الجافة وغيرها إلى جميع أسواق العالم، ووضع حجر أساس مصنع مجموعة القمار الجديد للصناعات الغذائية في بني سويف. البونيكام أعلاف للثروة الحيوانية بتتحمل درجات ملوحة مرتفعة في مية الري، ونجح الشاب عادل الشرقاوي في الحصول على وكالة صنف برازيلي مبهر من البونيكام، وأنشأ 6 مشاتل لإنباتها وتسويقها، كان يستحق الزيارة بالفعل. عرفت من البونيكام؟ جبت الصنف ده منين؟ انت جيته غزيرة جدا ازاي؟ أخويا اتوصل مع الباشمهندس وسام الجرمي، ده الوكيل الحصري على مستوى الشرق الاوسط. لا ده في البرازيل.
البرازيل. اخويا طبعا اتعرف عليه وكده فقال نجربه المنتج ده في مصر، فهو كان نزل قبل كده بس كانت نزلت نوعات تانية. فاحنا توصلنا ليه لحد ما توصلنا ليه للام جي 12 ده. ام جي 12 لما نزل هنا مصر نزلناه هنا، فبدانا نجربه الاول ايه، قلنا نجربه في الايه في الاراضي وعند المزارعين وكده. لما بدا ينجح معانا وبقى يشتغل وكده بقينا ننزل منه كميات، وبدل ما كان مشتل طبعا وسعنا منه. تمام. البنوكام ده هنا في مصر اولا بيتميز بنسبه الطاقه، بنسبه البروتين. بروتين قد ايه وطاقه قد ايه؟ بروتين بيوصل في الناشف لحد 22 لحد 22 في الناشف. وفي الاخضر بيوصل لحد 14 16 حسب الارض. وغير كده كمان بتاخد منه انتاجيه عاليه، يعني البرسيم مثلا بيبقى طوله نص متر، انما ده بيوصل معاه لحد مترين ونص. هو بيتحش كل قد ايه؟ اول حشه بنحشها على 45 يوم، شهر ونص. وبعد بعد كده كل 25 يوم، لان هو بيعشق الحر. وفعلا بيقعد 10 سنين في الارض. بيقعد 10 سنين. يعني انا باخد منك الشتله وتنساني بعد كده؟ يعني زرعنا الوقت بقى لنا 3 سنين بسم الله ما شاء الله شغاله زي الفل. نفس الشتله الاولانيه اللي من 3 سنين نفس الشتله وبتزداد معانا. طب ليه ما انتشرش في مصر رغم النجاح ده كله يعني؟ هو حاليا دلوقتي يعني من احنا اول ما خدناه من 3 سنين وجربناه اول سنه نجح معانا، كبرنا الشغل وبقينا نوزع على مستوى الجمهوريه. عندنا منطقه في مصر عزيزه علينا جدا، منطقه المجرة. طبعا مشروع 1.5 مليون فدان الرئاسي مشكلتها الوحيده ملوحه الميه. تمام. هل بونيكام ممكن يبقى احد الحلول السحريه لزراعه ال 280 الف فدان بآلاف توفر على مصر كتير قوي؟ تمام. هو البونيكام عامه يعني بيتحمل الملوحه لحد 7-8000 جزء في المليون. امتى احس ان الزرعه طابت؟ ازرعها ازاي؟ اديني بقى فنيات الزراعه. بيحط سباخ بلدي في الارض ايا كانت الارض طبيعه الارض، وبعد كده كان هيخطط بيخطط الارض تخطيط الذره العادي، او كان هو بيحط خراطيم او رشاشات ايا كان حسب طبيعه الارض وحسب ما هيروي. بعد كده بيبتدي يزرع عليه الشتلات ديت. الشتلات دي بتقعد في المشتل من 35 ل 55 يوم في المشتل، وبيبدا ننقلها ونزرعها في الارض. يعني بيجي طولها قد ايه كده بقى؟ ارتفاعها من 10 سم لحد 20 سم. تتحط في الارض؟ تتحط في الارض على مسافات معينه، على مسافات شبر ونص كده يعني 35 سم 40 سم، عشان كل ما بنحش كل وش بتزداد الكوديا معانا. خمسة وعشرين سنة من النجاح، ده كان عنوان احتفال شركة القمار للصناعات الغذائية بشركاء نجاح المجموعة من التجار والموزعين والسلاسل التجارية. أسس المجموعة الدكتور أحمد القمار، وبجد يستحق النجاح لأنه حريص دايماً على امتلاك أحدث خطوط الكيك والشوكولاتة والطوفي والحلويات الجافة. خلينا دكتور أفكر حاجة بتاريخ 13 سبتمبر 1996، ده بداية مجموعة القمار. مجموعة النهاردة أعتقد النسبة استحواذها كبيرة جدا في الصناعات الغذائية في مصر وفي العديد من أسواق العالم. حكاية أتمنى الناس تفهمها، كيف نجحت مجموعة القمار؟ إحنا في 13-9-96 بدأنا مصنع هابي سويت للصناعات الغذائية برأس مال محدود جدا، وده كنا مركزين فيه في الحلوى الجافة والشوكولاتة فقط. تمام. وبعد كده في 2011 اتعاقدنا على أول خط إنتاج لإنتاج الكيك. 2013 استلمنا أول خط وبدأنا إنتاج. 14 دخلنا تاني أكبر خط إنتاج في العالم لإنتاج الكيك. في 2015 دخلنا الكب كيك. في 2017 دخلنا التوتاو اللي هو البسكوت بالمارشميلو. بعد كده احنا عندنا في 2020 دخلنا البسكوت بالتمر، ونهاية 21 كان دخلنا بالبسكوت اللي هو البسكامارا الجامب اللي احنا بنحتفل بلونشنج بتاعه النهاردة، بداية التسجيل النهاردة الحمد لله او لانتاجنا. وعندنا ان شاء الله كمان شهرين عندنا الويفر. خلي بال حضراتكم في شركة اسمها فلاي جروب، دي الزراعة التجاري الخاص بتوزيع منتجات مجموعة القمار، وتمتلك أكثر من 1100 عربية، يعني أسطول جبار، وهي كمان المسؤولة عن توزيع تونة القمار وأرز القمار الهندي وشاي الكابوس، يعني بيقفلوا الدايرة عليهم إنتاج وتوزيع، وكمان بيمتلكوا مراكز في كل محافظة لتخزين وتوزيع المنتجات حسب احتياجات السوق المحلي. دكتور رحلتنا مع الصناعة بدأت من شبين القناطر، وحضرتك قلت احنا عيلة بتعشق الصناعة. ربنا يحميكم، خمس اخوات عاملين شغل محترم جدا. وبعد كده اتنقلنا لمنطقة الأليوبية. أها أليوبية. والنهارده
طايرين على بني سويف. بني سويف مظبوط. ليه التوسع في بني سويف؟ عندنا بني سويف طبعا انت عارف توجهاته الدوله دلوقتي لعزة تنمي الصعيد وتعمل مصانع في الصعيد. احنا عندنا اكاديميه جوه المجموعه للتدريب فعلا. يعني عندي بيجي مندوب التوزيع ده ما بيشتغلش على السوق على طول، بيقعد شهر يتدرب في الاكاديميه، واذا نجح واجتاز الامتحان خلاص بيتوكل على الله بيبدا ينزل السوق يشتغل يتدرب عملي. نفس الموضوع كل القطاع الصناعي لازم يتدرب جوه الاكاديميه جوه المجموعه، وبالتبعية نفس الموضوع بني سويف هننقل الأكاديمية للمصنع إن شاء الله. يعني عاملين أول حاجة معمولة في المصنع قاعة تدريب. مجموعة الكمار من المجموعات اللي أثبتت مدى روعة مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة. استفدنا إزاي؟ النهاردة مثلا لما تيجي تقعد مع أي رجل أعمال يقول لك يا سيدي أنا مش هشتغل، ولكن جت بقى الدولة وراحوا مطلعين مبادرة البنك المركزي فخلت بقى في عندي باور إن أنا أروح وأجري وأروح أجيب خطوط إنتاج وأطور، وما استناش بقى ان انا ايه افكر او افاضل ما بين احط فلوسي في البنك او ان انا ادخل في الصناعه اللي انا بعشقها. احنا بنتكلم كرجل اعمال، انما انا بشكل شخصي لا طبعا، انا الصناعه ثم الصناعه ثم الصناعه. حضرتك النهارده داخل على صناعه اللحوم. مظبوط. ايه الفرصه الواعده اللي شفتها في صناعه اللحوم خلاك تتوجه الى هذا القطاع وتدخل في الاستثمارات؟ حضرتك لو انت بتتابع طبعا واكيد متابع جيد وانت ما شاء الله مهتم بالقطاع الزراعي في مصر، انت شايف الانتاج الحيواني بعد 5 سنين احنا عندنا انتاج حيواني 6 أضعاف الموجود حاليا. صحيح. يبقى انا عندي الروماتيريالز موجوده، دي رقم واحد. رقم صحيح. اتنين، احنا عندنا في ثقافه موجوده لدى الناس ان اللحوم المصنعه هي غير امنه، فاحنا نازلين بفكر مختلف جديد خالص، يعني منتج امن 100% كولي امر، بدل ما انت بتحاول تهرب وانت ماشي في السوبر ماركت مع ابنك او بنتك انك ما تجيبش اللحوم المصنعه لان انت هتدور عليه هو فين عشان تجيبه. متوقع ان شاء الله ان احنا نبدا في 1/7/23. شاهدونا في الجدعان ريل استيت. فريق الجدعان ريل استيت يلتقي رائد التخطيط العمراني الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر للاستثمار العقاري، والذي يكشف كيف نجحت الشركة في تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى أهلتها للفوز بجوائز عالمية. فريق الجدعان يزور مشروع المونت جلالة على قمم جبال البحر الأحمر التي تنفذها شركة تطوير مصر بلمسات إيطالية مبهرة، وتبلغ مساحة المشروع 525 فدان باستثمارات تجاوزت 18 مليار جنيه. تشاهدون في فقرة الرحلة. فريق الجدعان ريل استيت يرصد تفاصيل إنشاء المشروع القومي للمونوريل الذي تنفذه الدولة بطول 100 كيلو متر تقريباً، ويكشف كيف ساهم هذا المشروع في ربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.